هذا ويرتبط أبناء البحرين وسلطنة عمان بعلاقات قوية منذ مئات السنين تستند على قاعدة صلبة من العادات والتقاليد وواصل الترابط الاجتماعي منذ سنوات خلت. نعم، هذه هي العلاقات التاريخية التي جمعت أبناء البلدين على الحب، باتت نموذجا يحتذى به للأجيال الحالية ليسيروا على نهج الأجداد في المحبة والترابط. عندما نتحدث عن مملكة البحرين وسلطنة عمان فنحن نتحدث عن تاريخ طويل من العلاقات الطيبة التي تجمع شعب هذين البلدين الذين يجمعهما وشائج محبة وقربة وقلوب مجتمعة لا تفرقها المسافات بل تجمعها روابط وحدة الهدف والمصير المشترك. البحرينيين والعمانيين علاقة عريقة وقديمة، يعني من سنوات طويلة. أنا أول ما انقبلت قالوا لي أجدادي والناس الكبار معنا هناك رايحة تكملين مشوارني، رايحة تنشرين ثقافة عمان في البحرين، رايحة تكملين العلاقة الوطيدة اللي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان. وطبعا كطالبة مبتعثة شعور الغربة طبيعي والبعد عن الأهل، لكن صراحة أول ما وصلت البحرين وأنا دايما أتعرف على ناس بحرينيين، أول شيء ينقال لي العبارة اللي تطبطب على القلب أصلا، أنت في ديرتك، أنت بين ناسك وأهلك. وفعلا تعرفت على وايد ناس بحرينيين وعوائل بحرينية، ما أقول إنهم معارف، أقول إن لأنهم أهل وأحباب. وإحنا كطلبة بحرينيين في آخر سنة دراسية في جامعة الخليج العربي يعز علينا فراق الشعب العماني، بحيث أن على مدى السنين شاركناهم مقاعد الدراسة وتشاركنا معاهم اللحظات الحلوة، وجدا نستمتع لما نشاركهم أعيادهم الوطنية واحتفالاتهم في الجامعة، بحيث أن نقدر نتعرف على ثقافاتهم وحضاراتهم على مر العصور. العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهي علاقات قوية وطيدة مبنية على الحب والتسامح والاحترام. علاقة الشعب العماني بالشعب البحريني أكيد علاقة قديمة من سنين، أجدادنا كانوا علاقتهم ممتازة ويا الشعب العماني، وكذلك إحنا علاقتنا جدا قوية بأخواتنا العمانيات في جامعة الخليج العربي خصوصا. وخلال مشوارنا الدراسي طبعا اشتغلنا وياهم وصاروا أخواتنا، وإنما يعني أكثر من ذلك. العلاقات ما بين الشعبين العماني والبحريني علاقات وطيدة وجميلة جدا، وهذا ما يتمثل في اللي نشوفه يوميا من تعامل مميز ما بين الشعبين. أنا كطالب عماني مبتعث في مملكة البحرين لا أجد نفسي في أي غربة، أنا هنا ما بين شعبي وناسي. الشعب البحريني هو نفس الشعب العماني، أعتبرهم شعب واحد. كلمات عبر أبناء البلدين من خلالها عن تماسكهم بكل وشائج المحبة والقربة بين الشعبين الشقيقين، وهذا ما وجدوا عليه الأجداد والآباء الذين عاشوا منذ القدم. تجمعهم علاقات وثيقة وضاربة بجذورها في الأعماق لتصبح اليوم العلاقات بين البلدين الشقيقين نموذجا يحتذى به وصورة جميلة مشرقة لمستقبل هذه العلاقات الفريدة والمتميزة بين الدول. علاقة محبة ومودة ممتدة عبر التاريخ لطالما جمعت أبناء البلدين على الحب، فهذه العلاقات لها عمق استراتيجي يربط البلدين الشقيقين بمشاعر الإيخاء، فهذا الترابط هو علاقة تكامل وانصهار في إطار المحبة والمودة، كانت دوما مثالا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج العربي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.